تفعيل هذه النصوص معرفيا، هذا هو الاجتهاد. يعني أنت تأتي وتصنع انماطا من الفكر حتى هذه النصوص تسري في المجتمع. صحيح النص لا يمس بما هو نص، لكن الإنسان في علاقاته الاجتماعية النص تغير أمكناته، يعني صحيح النص صحيح، يجري هنا لا يجري لا هنا. يجري هناك. هذه المرونة في الاجتهاد. النص هذا الذي أنت تقول لا 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 تمس النص، النص يتغير في دائرة الاجتماع، مرة يجري هنا ومرة لا يجري هنا. لما أفتى الإمام خميني رحمة الله عليه بجواز الشطرنج، الشطرنج كان في دائرة ماذا؟ لهو، له على أقل تقدير. فيحرم. صحيح، هنا صار رياضة فكرية فيحل. يعني حتى النصوص تتغير، تتغير ماذا؟ في المواضيع الخارجية، في السنايا الاجتماعية، في المواضيع في العلاقات الخارجية، الاجتماعية، لا تتغير في هويتها. هذا هو الاجتهاد الذي نريده.